عندما تعتقد أن الله هو الرب أي هو المدبر. إيه معنى المدبر؟ مدبر يعني ما من ذرة في هذا الكون، ما من ذرة في هذا الكون تحدث إلا وفق تدبيره. عندما ترى عبدا غنيا فهذا من تصرفات الرب، وعندما ترى عبدا فقيرا فهذا من تصرفات الرب، عندما ترى إنسانا عزيزا أو ذليلا أو مقهورا أو غالبا أو مظلوما فهذا من تصرفات الرب. فهو المدبر المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل. تفخذك على قضاياه في الأرض دليل عدم رضاك عن ربوبيته. الذي يسخط لكونه فقيرا لما يجد عبد غني يسخط ولا يرضى، هذا لم يرضى لله ربنا. عندما يرى تقلبات الأحوال إياك أن تظن أن قوة على وجه الأرض لها مثقال ذرة من التدبير. الكفار قالوا لرسولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الذين لهم أرباب غير رب العالمين، الذين لهم أرباب يظنونهم أرباب غير رب العالمين، قالوا لنبيهم إحنا شايفين كده يعني إن الآلهة بتاعتنا الأرباب بتوعنا مسوك بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كان الرد قويا مزلزلا، لا يخرج إلا من قلب من وفر في قلبه من هو الرب. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تظلمون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الاعتقاد جدوى نار. عندما تتوقد في قلب العبد تحلب ما سواها من الطراغيث، فلا ترى في الكون ربا إلا رب العالمين. يا صاحب السر أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أسماء فقط ليس لها على الأرض من حقيقة. لذلك يجب أن يثبت في قلبك أن المدبر المتصرف الرزاق الذي هيمن على الأرض والسماء هو رب العالمين، فترضى به ربه، فترى ما سواه عباد أذلاء مربوبون مقهورون خاضعون للرب الأعلى جل في علاء سبحانه وتعالى. لذلك فرعون لما طغى قال إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيضا من الربوبية أن ترضى به سيدا آمرا مطاعا. احفظ أن ترضى به سيدا آمرا مطاعا. السيد الله، المطاع الله، الآمر الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، الكل يزعم بذلك حتى عباد اللات والعزى الذين كانوا يتمسحون بالآلهة الباطلة. قال ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا جدال في ذلك. إما أين الإشكال في الثانية؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله.
طب ما انت بتقر ان الارض والسماء بتاعت ربنا، واللي خلق ودبر ويتصرف ربنا. اشمعنى دي لله ودي لغير الله؟ اشمعنى انت اصبحت كالعبد الحائر شركة؟ هذا يأمرك فتخشى فتطيع وتذعن، ثم تتبجح وتقول انا عبد المأمور. انت والآمر هذا مأمور مقهور ذليل، يجب ان تخضع لآمر واحد هو رب العالمين الذي له ان يأمر في هذا الكون. هو رب العالمين الذي يجب ان يطاع وحده هو رب العالمين. لا ملك، لا حاكم، لا سيد، لا زوج، لا زوجة، لا مخلوق. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما أطعناه إلا لأن الآمر الأعلى أمرنا أن نطيع. الذي أمرنا أن نطيع نبينا هو الآمر الأعلى، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.